سمح بدخول أحد عليه، فاجتمع الناس خارج المنزل، والأخبار تخرج من دار رسول الله صلى الله عليه وآله أن حالته تزداد سوءا ساعة بعد ساعة، فلا تجد إلا العيون الدامعة إلا صفق الرؤوس. هذا ينادي ومحمدا، وذاك ينادي وسيدا، ما حال أم أبيها؟ ما حال فاطمة؟ جلست عند رأس رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا بها تسمع النبي يقول: واكرباه. قالت: واكرباه لكربك يا أبه. قال لها: بني لا كرب على أبيك بعد هذا اليوم. نظر إليها رسول الله وإذا بها باكية العين. قال لها: بني فاطمة لا تبكي، ولكن قولي: إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن فيها من كل مؤمن معوضة. قالت: ومنك يا أبي؟ قال: ومني بني فاطمة. أخذت تنظر إلى جبينه والعرق يتصبب كأنه اللؤلؤ الرطب، أخذت تمسح العرق عن جبين رسول الله وهي تقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فتح النبي عينه، نظر إلى فاطمة: بني فاطمة لا تقولي هذا، هذه مقولة عمك أبي طالب، ولكن قولي: وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هناك أخذ رسول الله يصيح: ادعوا لي حبيبي. جاء أمير المؤمنين، لكأني به نظر إلى رسول الله على تلك الحالة، ناحل الجسم، لم يتمالك نفسه من البكاء، جلس عند رسول الله، أسند رأس رسول الله إلى كتفه، مع أن نظر الحسن والحسين إلى رسول الله على تلك الحالة حتى ألقيا بنفسيهما عليه وهما يصيحان: وجدا وسيدا. أراد أمير المؤمنين أن ينحيهما رحمة برسول الله، والنبي يقول: دعهما يا علي، أودعهما ويودعاني، أتزود منهما ويتزودان مني، فإنهما سيلقيان بعدي ظلما. وإذا بسيدة النساء تقول: أبا يا رسول الله، ألا تحدثني بحديثك؟ أراك مفارق الدنيا وعساكر الموت تغشاك. قال: نعم بني فاطمة، وإني لمفارقك، فعليك مني السلام. عمت عيني، عمت عيني، غدت تصرخ الزهراء. يا امرأة سبوها توي النوتي يسجب العمرة. صيح صيح.
صيح. هو اتفاقت نوح وانتشم نحره وقلبها من المصيبة انشطار نصين. بعدها تناول رسول الله يد أمير المؤمنين وضع فيها يد فاطمة وهو يقول: يا علي، هذه وديعتي عندك، فاحفظ الله واحفظني فيها، وإنك لفاعله يا أمير المؤمنين. يا علي، إني لم أبلغ مرتبتي هذه حتى سألت الله لها ولكم فأعطاني. يا علي، هذه سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. يا علي، هذه والله مريم الكبرى، ويل لمن ظلمها، ويل لمن آذاها، ويل لمن أضرم النار في دارها، ويل لمن أسقطها جنينها. هذا والنبي غشي عليه، ألقت الزهراء بنفسها صارخة وأبتا. غربت عيني يا ابن عمي، دس باليدين شوف يدير العين لينا ومد رجليه. جبريل ينعى والفلك متعطل عليه، والمصطفى ينادي: يا فاطم لا توني، بطلي البواجن شعب قلبي يا حزينة، وعزيج يا بنت اليوم لازم تفقدينا، وثاب المصايب عقب عيني تلبسني. ها ها، ومنك يكسرون العدا بالباب. وزهراء وفاطمة خرنت على ابوها تصيح بدمع سجار: ان كان ضلعي يكسرون بصاير البار، وصل وصل كرار بيا وصل اصحاب، لحد علي يجتري يا قرة الله. هذا الحسن مشعوب قلبه من يجبره، وهذا الشهيد حسين ياهو ليشم نحره، ياهو عقب عينك يحط فوق صدره. ذلت يا ابو ابراهيم من بعدك الصبطه، ايش جاوبها؟ قالها: يا فاطم لو جرعت كأس المنية، جيبك يا بنتي لا تشقينا علي. وصد للحسن ومدامع بخده جرية، شاف الحزن نحل عظامه وقرح العين. أولي قال لي: يا عقلي، ذوبت قلبي من بجاك. ونادى ابو الحسنين: بالله سكت ابنا، ودعتك الله يا علي، والملتقى هناك. وشبشت الزهرة على رسول الله بلي، ولن واحد على الباب يتخفى بكلامه، ينادي أهل بيت النبوة والإمامة: بالله دخلوني على المضلل بالغمة، بالله دخلوني على المضلل بالغمامة، أطلب الرخصة من النبي سيد الكون.
مأجور شيع موالي بينما الزهراء كذلك. وإذا برجل يطرق الباب يريد الدخول على رسول الله، قالت له الزهراء فاطمة إن رسول الله مشغول بنفسه. فانصرف، جاء مرة ثانية طرق الباب، فتح النبي عينيه. بني فاطمة أتدرين من القادم؟ قالت ومن يا أبي؟ قال هذا مفرق الجماعات ومخرب الدور ومعمر القبور، هذا ملك الموت دخل على رسول الله. يا رسول الله، إن الله قد أمرني أن أطيعك فيما تريد، فإن أمرتني بقبض روحك قبضتها، وإن أمرتني أن أتركك تركتك. هناك نزل جبرائيل على رسول الله وهو يقول يا أحمد إن الله قد اشتاق إليك، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. حينها قال رسول الله بل إلى ربي. مأجور شيع موالي رأسه في حجر أمير المؤمنين، مد رجليه مد يديه، لسانه يلهج بذكر الله. هناك فاضت روحه الشريفة. صاح أمير المؤمنين مات رسول الله، ضجت المدينة كلها ضجة، ونبيا ومحمدا ما حال فاطمة؟ لكأني بها أخذت تصيح، وأبتا ونبي الرحمة، وأبتا إلى جبرائيل ننهى، وأبتاه جنة الفردوس مثواه. عظم الله لك الأجر مولاتي فاطمة، وأنت تنظرين إلى والدك النظرة الأخيرة حين جعل رسول الله على المغتسل، أخذت تنظر إلى ذلك الجمال الهاشمي، ولسان حالها أتودع رسول الله. بسم الله على طولك يا جمال الها للمغتسل ممدود يا خير، يا مرتضى اكشف لي عني الوالي وجماله، شيل الجفن عن غرته وادعه اشبه هذا الحسن مشعوب قلب انظر احواله، وهذا الشهيد حسين عبراته جري، يلي تغسل والدي وين العمامه فوق المنابر محلى حلو الجرى، قبل ان تشيله خله تودع اليتامى. منا بعد ما نرتجي للبيت جاية بهداي قلب جسم ابو ابراهيم بهداه، وانت يا ابن عباس بي الهانس جبل طول على المغسل شعبني وفتت حشاه،
ممرود قلبي وموحش الدنيا علي يلي تحفرون القبر واسعوا مكانه وبهداي نزل جنازته وسفروا وجفانه ولا يعز ان شاء العين ولا لفانه هيهات بعد تصير عيشتنا هني بعد يلي تهيلون الثرى دفنوني وي مقدر اشوف البيت خالي من محي قشرة تراه تصير عيشتنا بعد النبي ما اريدها الدنيا الدني قل لي المغيب تحت اطباق الثرى ان كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت ذات حمان بظل محمدين لم أخش من ضيمين وكان حمى لي واليوم أخضع للذليل وأنتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائي هالبيتين وأسألك الدعاء ويوم الجمعة يا صاحب الأمر بويا يا بويا قمت للباب لكن ما علي حجاب قمت للباب لكن ما علي حجاب بس حس الرجس لي اللي دخل في الماء عصرني وهشم ضلوعي وصدر نعاب وكسر ضلعي وجنيني ايست منك وكسر ضلعي وجنيني ايست منك صبيت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي يا الله بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم العن ظالميها اللهم فرج عن المكروبين اللهم شافي كل مريض اللهم فك كل أسير سيما إخواننا المسجونين المنظورين فرج اللهم عنهم فرجا عاجلا قريبا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ودينا إلا قضيته وعيبا إلا سترته اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات سيما موتى الجالسين والمؤسسين نهدي جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.